مرحبا، رح نتعلم طريقة فرز النفايات بمحطة الفرز الصغيرة، بتكون موجودة بجانب مجموعة أبنية سكنية جنب بعض، بتكون موجودة مثل هاي المحطة. رح نفرجي طريقة فرز النفايات بحسب كل فئة. هاي حاوية نفايات للفرز الورقي، فيكن تحط الإعلانات والجرايد. وهي حاوية فرز الورق الكرتوني، عبارة عن كرتون علب الحليب الفارغة، كرتون مقوى أو كرتون خفيف. بهاي الحاوية بتم وضع المعادن الخفيفة مثل علب الطعام المعلبة، الفويل تبع الأكل، بتم رميها بحاويات مكتوب عليها Metal for Packing. إذا عندك مطربان، المطربان هو بلور والغطا هو معدن يعتبر، فلازم ترمي المعدن بهاي الحاوية. وبهاي الحاوية بتم فرز البلاستيك مثل الأكياس البلاستيكية، العلب البلاستيكية الخفيفة. بهاي الحاوية بتم فرز الأناني الزجاجية الملونة والغير ملونة، طبعا في كل حاوية على حدة. بهاي الحاوية مكتوب عليها فارة جلاس، بتم رمي الأناني الزجاجية الملونة. وبهاي الحاوية وفارة جلاس بتم رمي الأناني الزجاجية الغير ملونة. المطربانات الزجاجية تعتبر من الزجاجات الغير ملونة، فبيتم رميها بهاي الحاوية. بجانب كل محطة فرز صغيرة مثل ما شفنا، في صندوق لوضع البطاريات فقط، طبعا البطاريات اللي هي العادية أو المتوسطة الحجم فقط لا غير. أما بطاريات من نوع آخر يتم فرزها بمحطة فرز أخرى.